من الفخفاخ. وفي المقابل مجلس الشورى حركة نهضة بيدو ما يعني فقط للضغط على الياس الفخفاخ ربما للحصول على مزيد من التنازلات من رئيس حكومة مجروح في حالة ضعف كبير على خلفية مش حتى الملف لكن ما قاعد يخرج من حقائق أخرى صادمة خلينا نقوله على الأقل استنادا للجنة التحقيق البرلمانية ولرئيسها السيد عياض اللومي نتحدث على ملفات معناها تجاوزات مالية في منتهى الخطورة. مش هذا بركة اللي قاعدين يعيشوا فيها التوانسة معناها الأسبوع هذا من أزمات متتالية يعني كل يوم تقريبا حلوا عينين على أزمة وهذا كل بصراحة خليني نقولها وأنا قلتها قبل فمش كون أخذني عليها راو مانيش متشائمين راو بين التشائم والواقع تقريبا خيط رهيب جدا احنا نعيش في واقع معقد واقع مضطرب واقع لا دولة خلينا نقول دخلنا تقريبا إلى ما يسمى بالدولة الفاشلة كنشوفوا شنو صاير في رمادة شوفوا شنو صاير في تطاوين وشوفوا شنو صاير حتى يعني آخر حقائق المرعبة والصادمة أنه بلادنا باش تضطر إلى استيراد كميات من الفوسفات للإيفاء بتعهداتها الدولية نحكي معناها على أزمة اليوم تستمر عند 10 سنين تعاقبت الحكومات لكنها تعاملت معها بنفس الرخوة بنفس الارتعاش بنفس الضعف وبنفس الغياب الموقف الصارم والواضح والصريح سواء كان هذا مع الحكومات التصريف الأعمال أو حتى مع الحكومات اللي كانت منبثقة على انتخابات والحصيلة هاو نشوفوها اليوم إذا نحكي وناخذ شريك فوسفات قفصة كعنوان لما قاعد يطال البلاد هذية من خراب نفهموا حجم الدمار اللي ألحقناه اليوم بالبلاد هذية جراء تعاقب سياسة الهواة اللي قاعدين يمارسوا فيها إما عن جهل وإما عن سوء نية ممنهجة والحصيلة الحصيلة أكثر من كارثية. اليوم السؤال الكبير اللي طرح من يحكم تونس؟ هل هناك من يحكم تونس؟ هل هناك قائد في الطائرة كما يقول مثل الفرنسي؟ هذا كله معناها يهزنا لك العنوان الصريح متاع مسرحية سامويل بيكيت waiting for Godot في انتظار Godot في انتظار من يخلص البلاد من حالة التيه من حالة معناها اللا دولة اللي قاعدين نشوفها وكما قلنا قاعدة علاماتها ترتسم أمامنا تخيفنا بصراحة لأنه تجي في ظرف إقليمي ملتهب على خلفية ما الشيء اللي قاعدوا التطورات اللي قاعدة صايرة في ليبيا على خلفية كما قلنا الحصيلة الكارثية متاع 10 سنوات من التجريب اللي انتهى تقريبا إلى تخريب الكلام هذا من يجي في رأسي هذه الأرقام والأرقام باردة جافة ولكنها لا تكذب. حاولوا نتوقفوا عن مختلف هذه النقاط وما أكثرها قلت البعض منها والبعض الآخر باش نخليوها للتفصيل مع ضيفي اليوم. سعيد جدا باستقبال الصديق والمحلل خلينا نقول والسياسي بعد ما اتقاعد على مهامه الأمنية وكان واحد من أبرز القيادات الأمنية واللي أكيد اليوم باش يفيدنا عند التطرق لمختلف المسائل اللي عندها علاقة بالأمن والأمن القومي اللي كما قلنا عمره ما لقى روحه في وضعية بمثل هذا الإحراج. مهوش كلامي هنا هذا كلام رئيس الدولة وقت يتكلم رئيس الدولة أكيد ما يتكلمش مفرغ يتكلم بعد اطلاعه على التقارير الأمنية سواء اللي توافي بها الاستخبارات العسكرية أو الاستخبارات الأمنية. الرئيس الدولة كل يوم يطلع على ما يجد في بلادنا والحقائق اللي تخفى علينا احنا سواء إعلاميين أو مواطنين عاديين. دونك وقت يجي رئيس الدولة ويقول تونس تمر بأخطر مرحلة في تاريخها فأكيد أنه معناها حان الوقت لقرع الأجراس. خليفة الشيباني استطردت في الحديث وما سمعتكش مرحبا بك خليفة الشيباني الأعلامي والمحلل السياسي واللي قاعد يتألق بتدخلاته على مستوى وسائل الإعلام وخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي سمير عبدالله مرحبا بك سمير. شكرا على هذه الاستضافة. نحيي السيدات والسادة مستمعي ومستمعات راديو مات. نحب نبلغ لك أولا رسائل أصدقاء اللي توحشوك توحشوا الصوت الوطني الحر على شاشات التلفزيون الأخ لطفي العميري توحشوا ميلك سوري توحشوا مريم بالقاضي خليتوا بلاصتكم خليتوا فراغ كبير ياسر في هذا المشهد الرهيب اللي نعيشوا فيه. عايشك سمير ويظهر لي معناها اللي صار في برنامج
تحيا تونس هو جزء مما يعيش الإعلام التونسي اليوم. ربما اللي أنا يقلقني حتى باش ما نقولش يعني يأزمني، أنه في اللحظة اللي بلادنا تعيش فيها مرحلة مفصلية في تاريخها، مرحلة معناها الغموض التام، مرحلة الأخطار الداخلية والخارجية، في الوقت هذا بالذات الإعلام التونسي في سبات عميق، الإعلام التونسي في عطلة، حتى لا أقول في عطالة، حتى الإعلام الوطني، نحكيه على التلفزة الوطنية ونحكيه على الإذاعة الوطنية، كي نشوفوا شنو قاعد يتبث في علاقة بالشيء اللي قاعد تعيش فيه البلاد، لا علاقة تقريبا. فاعتقادي غياب معناها خطير وخطير جدا، سواء كان إعلام خاص أو إعلام وطني، قطيعة رهيبة مع ما تعيش البلاد مرة أخرى وللأسف. وهذا مخجل لنا كثورة جات باش تحرر الطاقات وتعطي خاصة حرية التعبير سواء للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، في اللحظة هذه بالذات رجعنا ورجعوا التوانسة يتبعوا في اخبار بلادهم في قنوات عربية لكل قناة الأجندة نتاعها، وحتى في قنوات أجنبية قالوا يا أبو زيد وكأنك ما غزيت. إيش تحبوا نبديو؟ إيش ترى قديمي معناها المواضيع بصراحة لا تحصى ولا تعد، لكنها كلها تلتقي في معناها توصيف ما تعيشه تونس من أزمة، خلينا نقول عبر لها السيد رئيس الجمهورية في اجتماع مهم، لكن تتكرر اجتماعات رئيس الدولة ونفس التصريحات، تصريحات خطيرة لكنها في نفس الوقت مشفرة ملغمة، تحتاج ربما إلى كما قلت أنا سوتيتراج باش نفهموا كلام الرئيس، لأن وقت يتكلم الرئيس مفروض الرئيس يعطي قرارات ومش الرئيس يطلع باش ينبهنا ويشير معناها بالأصبع بكلام معناها غامض، كما واحد يمشي للطبيب باش يشوف روحه لباس ولا، يخزر له الطبيب ويقول له حالتك خطيرة ياسر. إيه يا طبيب، أنا جيتك باش تقولي إيش عندي وشنو الدواء، يلزمني دواء، يلزمني عملية، يلزمني كذا، لا لا لا، يقول له أمورك ما تعجبش بالكل. دونك احنا اليوم رئيس دولة تقريبا في موقع الطبيب اللي مفروض مع الوصفة يعطينا الحلول، رئيس الدولة يتعاطى وكأنه مواطن عادي وكأنه ناشط في الفيسبوك، حتى نقول كأنه معناها أي إنسان معناها عادي، يطلق رسائل مليئة بالألغاز، وطبعا الغاز كلها الغاز ملغومة. سمير نبدأ بيك، نشوفوا الفيديو اللي شفناها الكل على صفحة الرئاسة الصفحة الرسمية، يعني فيديو صادم، والمكان وال يعني المناسبة معناها مجلس الأعلى للجيوش والقوات الأمنية، معناها مرادف لمجلس الأمن القومي، معناها بحضور أبرز القيادات العسكرية والأمنية والمخابرات والاستعلامات. الرئيس يقول معناها كلام خطير وخطير جدا في ظرف عصيب عايشينه التوانسة، هذا أخطر ظرف قال تعيشه تونس منذ الاستقلال، أكد من جديد أن هناك سعي حثيث لتفجير الدولة من الداخل، ثاني مرة يستعمل هذه العبارة، أن هناك مؤامرات من أطراف محلية متواطئة مع أطراف يعني خارجية، أن مؤسسات الدولة معناها مستهدفة، أن جيشنا الوطني مستهدف، وقال هو خط أحمر. يعني التشخيص هذا الكل اللي قام به رئيس الدولة ما يبعثش على الأمل، يزيد يبعث على الخوف. التشخيص هذا قاعدين عايشينه، شوفوا فيه في الأعلام وشوفوا فيه في الشارع وشوفوا فيه في البرلمان وشوفناه في الجنوب. رئيس الدولة ليس بكرونيكر، مش مواطن عادي، التوصيف والتعليق هو من اختصاص الصحفيين، رئيس الدولة هو رئيس دولة، يلزمنا نأكد هذا للسيد الرئيس، هو يقوله قل تونس فيها دولة واحدة ورئيس واحد. يا سيد الرئيس طبق صلاحيتك، طبق وضعك الدستوري، أنت رئيس الجمهورية التونسية، أنت القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنت المؤتمن على الدستور، أنت المؤتمن على الوحدة الوطنية المهددة بشكل غير مسبوق بفتنة داخلية وخارجية، فتنة تريد جرنا إلى حرب أهلية لا قدر الله، وقاعدين يمضيوا في السكاكن. أنت مؤتمن على الدستور، مؤتمن على استقرار المؤسسات، أنت القائد الأعلى للقوات المسلحة،
جيشنا الوطني منذ الاستقلال ومنذ انبعاثه عمره ما وقع استهدافه، لأن الجيش إذا فما مؤسسة تحظى بثقة كل التونسيين وخارج كل التجاذبات السياسية هي جيشنا الوطني والمؤسسة العسكرية. وقع استهدافها بالمولوتوف، ويخرج نايب يقول مش على رأس وريشة ومش خط أحمر ومشنا تحت حكم بشار ولا السيسي، يعني تشليك وتدفيه والزج وجر جيشنا والمؤسسة العسكرية إلى التقاتل السياسي الداخلي. رئيس الدولة يزم يبعث رسائل أمل، يزم يأخذ قرارات. سيد الرئيس نحن ننتظر قرارات وقرارات حازمة، ننتظر يعني رسائل أمل، ننتظر مبادرات لدعم الوحدة الوطنية، ننتظر إجراءات تتصدى لكل من يتطاول عن الدولة ومن يتطاول على مؤسساتنا الأمنية والعسكرية. الأمن الوطني وقع استهدافه، جيشنا الوطني وقع استهدافه، الأمن الرئاسي سيد الرئيس اللي قدم عشرات الشهداء في شارع محمد الخامس، وذلك المشهد الصادم اللي صنادق مصفى سيد الرئيس بتاع شهداء الأمن الرئاسي في قصر قرطاج في زمن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والقيادات الكبرى بتاع الأمن الرئاسي تبكي، وتلك الصورة قعدت لي في مخيلتي وقت اللي وقع إهانة الأمن الرئاسي، لأنه رفض سيد الرئيس إدخال عنوة وبالقوة عنصر تفكيري مطلوب للأجهزة الأمنية. وأكد السيد وزير الداخلية أنه عنصر خطير. واضح واضح. نجيك أنت سي خليفة، وأنت كما قلنا بارك الله خبرة أمنية كبيرة، أنه رئيس الدولة اللي كما قلنا معناها نستناه منه وقت يطلع، خاصة في اجتماع أمني بهذه الأهمية وفي ظرف ملتهب تعيشه تونس وتعيشه معناها بفعل إكراهية معناها الجوار، ويعطينا رسائل معناها تقريبا تستحق معناها أنه واحد يهزها العراف باش يفككها ويفهمها. صحيح. أنا ديما رتفي، أنت تعرف الموضوع اللي حكيت فيه في السياسة في تونس هو مشكل اتصالي، نقصد في المواقع معناته اليوم مشكل اتصالي بامتياز. أنا في اعتقادي اتصاليا السيد الرئيس ماهوش محاط بشكل معناها كما في ميادين أخرى تنحكي فيها بعد. أنا اللي نحب نحكي فيه ساعة خلينا من حكاية أول هنا باش نوقفك في كلمة واحدة باش ما نبقاوش زاد السيد الرئيس. السيد الرئيس ماهوش محاط وكأنه هو منزه من لا لا الخطأ. لا علاش؟ أنا التقديس من هبوش. لا 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 علاش حبيت نقولك هكا ونرجعك الكلمة سامحني، شيء يغلب عليك معناها أنه رئيس دولة هو الذي اختار الفريق متاعه. انت سيد الرئيس مفروض تو عندك 8 و 9 اشهر عرفت شنو مكان من الضعف في اداء مؤسسه الرئاسه. اذا عندك ضعف في الاتصال تغير الاتصال، اذا عندك ضعف في المستشارين تغير المستشارين. اما انه اليوم كل شيء نحطوه على الفريق نتاع الرئيس، فريق الرئيس ما جابش هو حد اخر، الرئيس هو اللي اختار الفريق نتاعه. انا نحب نحمل رئيس الدوله انه تو لازم نتحدثوا ننتقلوا لمنطق اخر، نحملوه مسؤولية الأمن القومي ونحملوه مسؤولية أمن تونس وأمن التوانسة. مش أنك انتخاب انتخابك رئيس دولة بأغلبية غير مسبوقة هذا معناها ينزهك من كل مسؤولية. لا، أنت اليوم رئيس معناها تتاخذ في مستحقات الرئيس وما تقتضيه الرئاسة ككل. اليوم وليت مطالب بتحمل مسؤولية، اليوم معناها أنت مكلف بحماية تونس وما عادش معناها منصب شرفي كما قاعد تتعاطى فيه توا عندك 8 أشهر، وقلنا لك كلام هذا مرات ورات. أنت معناها ماكش عارف بدولي بالدولة، ماكش متمكن من مفاصل الدولة، ما عندكش خبرة بالدولة، مفروض وهذا أضعف الإيمان تستعين بالناس اللي عاونوك على فهم تعقيدات الوضع التونسي بكل معناها مستويات اقتصادية اجتماعية أمنية صحية وغيرها. أما أنك تتمادى في أداء الهوات هذية على أساس أنه ما في بالكش وإلا نبعث معناها مجرد رسائل في منتهى الغموض. اليوم سيد الرئيس سامحني، كما يحاسب نائب كما يحاسب رئيس الحكومة، غدوة سنمر إلى محاسبة رئيس الدولة إذا ما ظل الحال كما هو عليه وبقينا نتعطاه مع ما يحصل في تونس بمجرد الغاز ورموز. ما نتصورش كان توانسة انتخبوك باش تجيب لهم الالغاز والرموز والاحاجي، جبناك باش تسمي الامور باسمائها فوابولي ان شا ان شا، تقولنا شنو صاير، شكون الناس تامر على تونس. واخطر من هكا والاهم من هكا انك تمر
للتطبيق لتنفيذ القانون ضد كل من يستهدف تونس من الداخل ومن الخارج. يكفينا من هكذا رسائل معناها مللناها، وحتى طلعاتك وكلامك سيد رئيس ما عادوش التوانسة ينتبهولو لأنه صار بلا معنى. صحيح لطفي، الأهمية في الحديث التيراني اللي قاله السيد الرئيس هو التالي: هذا مش مجلس أمن قومي حاضر فيه وزراء مدنيين، هذا اجتماع أمني عسكري، معناها أمني بحت. والناس اللي موجودة، أنا في اعتقادي كلام الرئيس قالوا هو الناس اللي موجودة في الأجهزة الاستخباراتية في الدولة، معناه ما قالش كلام هكاك. كي تسمع طبيعة الكلام على تفجير الدولة، على الفتنة، على الأطراف الداخلية والخارجية، وعلى الغرف المغلقة قبل، لا التشفير هذا ما عادش تمشي له. احنا اليوم الرئيس مطالب باش ينتقل من التلميح الى التصريح، يقول الاطراف دي مادام كنتي موجود معنا، وجودك علاش حرصت باش تكون معنا اليوم باش نفهموا اكثر المساله هذه ربما تغيب علينا احنا كمتابعين عاديين. رئيس الدوله تجيه التقرير هذا، عمل اجتماع مجلس امن قومي، جاب وسائل جهوز ثلاث ومؤسسات الامنيه، قالوا له راه ثم خطر كبير وهي ثم مؤامره على تونس. شنو المطلوب عمليا من رئيس الدوله؟ هذا ناخذ رايك جوست بعد الفصل هذا. المياه المعدنية المعلبة مادة غذائية، وبالتالي ينطبق عليها كل شروط حفظ الصحة اللي تنطبق على باقي المواد الغذائية. أول حاجة، الشمس وارتفاع درجة الحرارة يأثروا في جودة الماء المعلب اللي نشريوه، وبالتالي ننصح بحفظها بعيد عن أشعة الشمس. زيد ما نشريوش الماء المعدني المعروض في الشمس، كما ننصح العطارة وأصحاب الأكشاك وصغار التجار أنهم يحفظوا الماء بعيد عن الشمس والرطوبة ويبعدوا على باقي المواد الأخرى كما مواد التنظيف، لأن الماء مادة حساسة نجم تتسرب له ريحة هالمواد وبالتالي يتبدل مطعمه وتركيبته وصحة وبشفاء. مع تحيات الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. راديو مات الصيف انتري بون كيف سي لطفي العماري دون ديمونش بريس. نرجع ديمانش بريس، نذكر سادة مستمعين مزاو كي تحقوا بيا أنه ضيوفي اليوم سيد خليفة الشيباني والأستاذ سمير عبدالله. خليفة، كان سؤالي واحد قبل الفاصل، قلت لك المؤسسة الأمنية والعسكرية قامت بواجبها، أعدت التقارير، وضعت الحقائق الصادمة والدامية أمام السيد رئيس الجمهورية. شنو المطلوب من رئيس الجمهورية بعد هذا؟ لأنه يزيد ينبهنا أم أنه يتحرك ويذهب إلى التنفيذ والفعل؟ هو المطلوب الساعة هالرسائل المشفرة تنتهي. هذا هو القائد الأول في الدولة، وهو ضامن الدستور، وهو ضامن وحدة الشعب التونسي، والشعب التونسي يفوض له أمنه بالمفهوم الشامل متاع الأمن. هذا وصلته تقارير، المفروض ما يقول الناس كلام غامض وكلام خطير جدا، معنى كلام يخوف رولي. هذا يهدف الى تفتيت الدولة التونسية، كما هكا ولا وعدو داخل وعدو خارج. والمطلوب ان يقول لنا، يسمينا الاشياء باسماء لولاني. والحاجة الثانية، ان المؤسسات القضائية ومؤسسات الدولة تخدم خدمة اقل حاجة ثم التآمر على امن الدولة الداخلي، ما هكا ولا؟ وهذه ناس مش فتت الدولة التونسية، هذه مش قضية ما تطلبش البحث. اما باش نقعدوا كل مرة كيما زاد المرة اللي فاتت قال ثم غرف مغلقة، تشكون هي الغرف المغلقة؟ احنا كل مرة نزيدوا نغرقوا في الغموض. هذا اذا كانوا اتصاليا طريقة ما توصل لحد شيء، واذا كان زاد باش نطبعوا مع الكلام الكبير حاجة مخترة. شو قعدوا كل مرة نحكيه، مرة نقولوا هاو انقلاب يتحضر، مرة نقولوا هاو البلاد باش تتفتت، مرة نقولوا هاو باش تتفجر من الداخل، معناها تطبيعنا زاد مع الكلام هذايا، خايفين لنفيقوا يوم نلقاو كارثة زاد في البلاد. اخطر حتى من التطبيع خليفة هو انه يسمير اجتماعات مجلس الامن القومي اللي قبل كانت عندها شنة ورنة وعندها هيبة، وقت يجتمع المجلس هذا بالقيادات هذية معناه مفروض ثم امر جلل. اذا باش تتتالى الاجتماعات ستفقد من معناها وتولي كما قال لك خليفة لطفي، لطفي اللي صار اجتماع أهم من مجلس الأمن القومي. مجلس الأمن القومي تحضر فيه وزراء معينين، هذا أمني عسكري، جيوش ثلاث، هذا معناها هذه زبدة التقارير الأمنية المخابراتية اللي عندنا في البلاد. قال في حضور هالكلام هذا، شنو اللي مازلنا سامي؟ قل لك سمير الاندلال رئيس باش نعطي معناها معلومة مش قانونية إجرائية منهجية. راو في الدستور التونسي فما مجلس الأمن القومي اللي هو أعلى سلطة أمنية وطنية قومية في البلاد. الأمن القومي مفهوم الواسع، مفهوم الشامل، العسكري، الأمني، الاقتصادي، فما المجلس الأعلى للجيوش، لو كونسي سوبيريور دي زارمي. ما فماش مجلس أعلى للجيوش والقوات الأمنية، ما فماش
هذا موجود في المجلس الأمن القومي، الجيش والأمن مع الوزراء والقيادات العسكرية العليا ومستشاري الرئيس للأمن القومي المرة هذه اللي وحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. السؤال اللي تطرح في الأسبوع هذايا، علاش السيد رئيس ما استدعاش مجلس الأمن القومي كسلطة دستورية موجودة اللي فيها المكونات نتاع المجلس الأعلى للجيوش والقوات الأمنية مع وزراء السيادة مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان؟ ثم تفسير يقول لك بالنظر إلى فتور العلاقات، هذه كلمة ملطفة إذا ما نقولش قطيعة، مع رئيس مجلس النواب على خلفية موقف الرئيس في باريس من تطورات الأزمة في ليبيا، ممكن نخذ مسافة كذلك مع رئيس الحكومة، تلافى عقد، تجنب عقد مجلس الأمن القومي ودعا إلى صيغة أخرى غير منصوص عليها في الدستور، التسمية اللي واردة في الصفحة الرسمية للرئاسة، المجلس الأعلى للجيوش والقوات الأمنية. نحب نقول هنا في الأصل راو وانا نشاطر وندعمك في رأيك خويا لطفي، راو تكرار عقد مجلس الأمن القومي هو حتى في البلدان المتقدمة ينعقد وقت الخطر، فما خطر لا وننتظر منه. زاد سامحني إجراءات كبير، احنا حتى في الكونفينمون صار قالوا هاتوا تقول لكم لحكومة شنو الإجراءات اللي باش ناخذوها. فهمني، راهو الجهاز هذا مش استشاري، جهاز تنفيذي، تنفيذ، هذه عيون وأذان الدولة، عيون وأذان الدولة، احنا راقدين انك نسمع كلام كما هذا ما عادش يجيني النوم، ما عادش مطمئن في داري وفي فرشي في بيت النوم، والأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ. وأي احنا كنا سمحنا هذا جهاز تنفيذي، والله لا ننتظر خطاب، انا ننتظر 2-3 دقائق من السيد الرئيس، قرر مجلس الاعلى للجيوش والقوات الامنية ما يلي ما يلي. انت رمز السيادة في البلاد سيد الرئيس، وانت رأس السلطة التنفيذية بالاشتراك مع رئيس الحكومة، والجيوش تمر سيد الرئيس بأوامرك التي وقعت إهانتها في الجنوب. يعني في النهاية لذا ننتظر سيد الرئيس باش تطمن التوانسة وتأذن بتطبيق القانون وتنفيذ القانون، لأن القانون وقعت استباحته منذ أسابيع وقت اللي تدخلوا مواطنين من رأس جدير، وفما مواطن عادي شتم الرئيس توقف بالوقف، توقف بالوقف صحيح، وتحكم عليه بسجن. هذه هي سلطة القانون، أما ما نحبوهاش تطبق على المواطن العادي وما تتطبقش على البلطجية والباندية اللي على رؤوسهم ريشة. حاجة أخرى، حاجة أخرى معلومة قانونية، الحصانة البرلمانية ما تاكلش وقت اللي النائب يرتكب جرم بالتلبس يقع إيقافه، هذا في الدستور. وقت اللي أنت تجرم في حق الأمن القومي يقع إيقافه كحالا. وين القوانين؟ وين القوانين؟ توا رانا نحكيه على أشلاء دولة، نحكيه على رئيس جمهورية يكتفي بالتوصيف، يكتفي باش يقول يا توانسة رانا في خطر، يجي قائد السفينة يقول للركاب رانا في خطر، ما يقولهاش ساعة أولا، ما يزموش يقولها الكوماندون دبار في الطيارة راه ما يقولهاش، يعمل المستحيل باش ينقذ الطيارة وما يحسسش، وما يحسسش. هذه ساعة في البسيكولوجية، عمرك ما تخوف ركاب الطائرة وركاب السفينة، تعمل المستحيل انت كربان، تضحي حتى بحياتك لإنقاذ السفينة. هذا الكل سمحني، احنا نحب نبسطه للسادة معنا المستمعين، هذه هي معنا وضعيتنا، وهذا الكل تعرفه شو في الصاير توا، هذا الكل الأمن والأمن الرئاسي والبرلمان ولا بؤرة. ارتحنا من الكورونا، ارتحنا من الكورونا، توا مجلس النواب عدا بعض الشرفاء، هو بؤرة الوباء. الأخطر في مسار ديرنيرمون هو حاجة خطيرة برشا وتعديتها كيكا لامتروفيت، ما تعديتش هي أنك تضرب مدرعة متاع جيش بالمولوتوف. المولوتوف مش جازوز، المولوتوف فيه توصيفات معينة اللي هي ناس إرهابيين، المولوتوف ما تستعملوش راهي ناس عاديين، تضرب بالحجر الناس العادية ما هكا ولا اللي صار اللي هي معمرها صارت خويا لطفي. هذه نتيجة شنو؟ نتيجة استقصار الدولة وفقدان هيبة الدولة، لأن وقت تضرب الأمن وتحجزت سيارات متاع الديوان وتضربت أعوان أمن وتدغرت أعوان أمن وتفكت سلعة مهربة ونهار كامل قاعدة تصير رياضة يومية، هذه ما تكلم حتى حد. توا الخط الأخير اللي هو متفق عليه بين التوانس اللي هي المؤسسة العسكرية، سي تري جراف اللي صار في الحكاية،
خاطر زاد في تطاوين. انا باش ندخل في قوس هذا سامحني، خاطر ثم زوج مسارات في تطاوين. راهو التحرك نتاع الكامور شيء في تطاوين، والتحرك صار في وسط تطاوين في اني انا اصيل الولايه اصلي من غادي، والحكايه اللي صارت في رماده في علاقه بالمهرب اللي مات في المنطقه العازده. وكل انسان يدخل للمنطقه العازده ولا يدخل المنطقه العسكريه في شعامبي راهو من حق الوحدات العسكريه باش تتعامل معها بالكرتوش. شبدوا واضحين معناها هيك والله، وهاو مهرب وهز بدون وكل الحكايات اللي قاعدين نسمعوا فيها. المنطقه العازله هي منطقه عسكريه يحجر الدخول فيها بدون ترخيص. انت نعطيك معلومه، الوحدات الامنيه كي ما تنسقش في المناطق العسكريه مع الجيش ما عندهاش حق باش تدخل. شبدوا واضحين، لان هذه مضبوطه باوامر من القائد الاعلى للقوات المسلحه. منطقه عسكريه والله وهاو مهرب، ولينا توم بيضوا حتى في التهريب راهو اللي نسمع فيه. السيد هذاك اللي مات غادي هو مهرب، دخل الى منطقه تستوجب التعامل معه بالطريقه هذيك كيما دخل في الشعب بالضبط. معني شفنا الاعتداء، خلينا نقول القذر على المؤسسه العسكريه تقريبا، وهي المفخرة والملاذ الوحيد والجدار يعني الأخير فيما تبقى من الدولة، الجدار والوتد الأخير اللي قاعدة قايم عليه اليوم خيمة الدولة. ونشوفه حتى في كل عمليات سبر الآراء أنه المؤسسة الوحيدة التحظى بثقة كل التوانسة هي المؤسسة العسكرية. اليوم يتم استهدافها بتحت علات معناها احتجاجات اجتماعية. احنا بطبيعة الحال من نجم كان نقرع أجراس الخطر وننبه من هكذا معناها محاولات، لأنه نعرفوا الجماعات الإرهابية والجماعات الداعشية هي أول من بادرت باستهداف المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، هي اللي أطلقت صفة الطاغوت على هؤلاء، والمؤسسة هذه هي التي دفعت ضريبة الدم بداية من عقيد الطاهر العياري ووصول معناه مرورا بالشعامبي والقائمة طويلة. لو زاد في رمادة زاد رغم مشروعية المطالب نتاع العباد، وهذه ما نعود نحكيو فيها، عن نقولوا عن الجهات المهمة مش موضوع باش نعود نحكيو فيه، معروف هذه. زاد يهزب نعرفوا باللي في رمادة ثم العديد من السلفيين، ثم مرة صارت 70 واحد خرجوا فرد وقتره وتحقوا بداعش فرد نهار. شدوا متفاهمين تدسيل تاني. لا معناها حتى المناطق اللي تحرك فيها الجيش والأمن زاد فيها ناس تتربص، وثم زاد معلومات شبه مؤكدة أن ثم عناصر إرهابية راي على الحدود التونسية الليبية تقتنص في الفرصة وباش تدخل زاد للبلاد. شدوا متفاهمين راهو جا قال لك بربي أنا رجل قانون، أخطر من الجريمة هو تبرير الجريمة. قاعد نقرأ في تبريرات فما احتجاجات اجتماعية في العالم أجمع، يضرب الجيش تضرب الأمن وصار هذا كلام هذا وبالمولوتوف. يا أخي احنا خلقنا الاحتجاجات الاجتماعية وهذه نظمها القانون. المشكل فيش انه هذه نقطة اولى راي، هذه التبرير ثم نوع من فما اجي اقول لك فما موجة راهم تاع تدفيه. شفت ترذيل البناليزاسيون تدفيه، رئيس الجمهورية يسبوا فيه اللي وصلوا للمقاعد نتاعهم بتصويرته وتاجروا بتصويرته في الحملة الانتخابية. رئيس الجمهورية تضرب، ليش تضرب؟ اللي كما قال اخونا لطفي اخر عرس اخر 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 عرسة باللغة نتاعنا، العرسة اللي قايم عليها بنية اسمها تونس ضربت وقال لك ما مش في راسه مش فوق راسه ولا شيء. تو المشكل السؤال الكبير اللي يطرحوه الناس اللي يسمعوا فينا خاطر نحكيو فيه كله راهو شيء ما هو خايف على التونس. السؤال، نحن في حالة عجز، دولة عاجزة على اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية المؤسسة العسكرية والأمنية وحماية حدود الوطن بصفة عامة. اليوم أنك تحت يافطة احتجاجات اجتماعية أن نجي ونضربوا الوحدة الوطنية ونهدوا السلامة الترابية نتاع البلاد ونحلوا حدودنا باش تدخل منها غدوة الوحدات هذه الإرهابية والداعشية، وشفناها في محاولة أولى في رمادة، هو لا شيء يثنيها عن أنها تكرر المحاولة خاصة مع التهاب الوضع في 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 ليبيا. اليوم شنو حالة العجز لدى رئيس الجمهورية، حالة العجز لدى رئيس الحكومة. اليوم حتى المؤسسات الأمنية تقريبا هي اللي قاعدة تدفع في الثمن باهظ أمام هذا العجز، هي التي يلقى بها في أتون المواجهات هذه. وشفنا معناها غدوة كما قلت أنت أول ما يتم استهداف مراكز الأمنية يتم حرقها سيارات، إذا رد الفعل الأمني يلقى روحه مطلوب، وإذا ما ردش الفعل البلاد تقريبا تمشي في, 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 في الهاوي. هو لطفي علاش العجز هذا؟ هو لطفي من 2011 احنا اليوم عايشين في العجز. لا عايز الدولة من 2011 احنا مستوى، احنا بسبع حكومات ونجم تشوفوه ثمانية شاد سي الباجي الله يرحمه مودة معينة سلم السي حمادي جبالي، صارت الحكاية عملنا ترويكا، شاد سي الحبيب الصيد خرجوه طيشوه من برا، جابوا سي يوسف الشاهد ودخلنا فيك عملنا شيء. احنا ب 670 وزير
وسبعة ولا ثمانية حكومات، احنا في العجز لهنا. احنا وين النجاح ظهر باش ما تفتتش الدولة؟ هي المؤسسة الأمنية والعسكرية هذيك هي اللي خدمت في الفترة هذيك. أبار سو احنا دولة عاجزة، باش ما نقولش دولة فاشلة، فاشلة بامتياز، خاطر التوصيف نتاع الدول الوقت اللي طيح تولي دولة فاشلة. اليوم انت شنو اللي عندك؟ عندك رئيس يصور في الوضع كأنه مواطن عادي، ويقول لنا في كلام مشفر يزيد يدخلنا في 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 هفوف اكثر من اللي هو موجود. عندك من ناحيه اخرى رئيس مجلس النواب النهار كامل اللوائح طالعه هابطه وقعدها وما قعدش، ومشاكل الشعب التونسي بعيد. عندك مشيره اخرى رئيس حكومه حكايه الشبهه هذه نتاع تضارب المصالح، معناها احنا الثلاثه بلايص فيهم اخلالات، باش ما نحكيش على ان العلاقات ما بيناتهم تمر بفترات نتاع بروده ونتاع سخونه ونتاع كذا وكذا، وانتقلت ساعات من التلميح الى التصريح البر. فهمت كيفاش ولا؟ معناها في ظل الواقع هذا كامل احنا نعيشوا في واقع الرداء وفي واقع الفشل معناها بامتياز معناها. واليوم ماهيش راي حتى مشكله راي نظام سياسي لطفي، راه عندي انا في اعتقادي ثم ازمه حكم في الطبقه الحاكمه في تونس بالمستوى هذايا، مش كي تعمل 60 انتخابات سبق الاوان، الطبقه السياسيه والنخبه السياسيه تحت الرداء ب 200 كيلومتر. الحل شنو؟ شحالنا عنا فاصل، نخرجوا فاصل شهري ونبل عريقنا ونرجع نكمل. تعلم الشركة التونسية للبنك STB حرفائها الكرام عن تغيير مقر فرعها ببني خلاد بصفة وقتية إلى العنوان 8021 طريق جرومبيليا بني خلاد، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 13 جويلية 2020. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب 72 371 807، أو عبر البريد الإلكتروني chefag.benikhalad@stb.com.tn. معكم مجد الضاوي.
مرحبا بكم من جديد. ضيوفي اليوم خليفة شيباني وسامير عبد الله. كنا نحكوا على المأزق الكبير بصراحة اللي موجودة فيه البلاد. نعرفوا كلكم معناها تتابعوا كلكم حاسين بالشيء هذا، لكن المشكل اليوم أنه ما فماش حل في الأفق. حكينا على الرئاسات الثلاث، الكلمة ما حباش سيد قيس سعيد، لكنه عمليا ما ورناش اللي هو الرئيس صاحب القول الفصل في البلاد هذه. توا 8 ولا 9 شهور قداش من خرجها ولا شفناه نهار خذا قرار ولا شفناه أعد مشروع قانون. عنده مدة قرن يعد في مجموعة من المشاريع. هي هذه كيفاش مشاريع قاعدين نكتبوا فيها بماء الذهب، توا أشهر ما حضروش. تورينا على الأقل اللي فما حاجة قاعدة تطبخ داخل القصر، ورينا اللي فما أمل للشعب. هذايا راهو حالة من الغموض والالتباس. ومن بعد تقول كيفاش راجل غنوشي يفكني معناها الصلاحيات نتاعي، نحكيو على الدبلوماسية اقتصادية وسياسية وغيرها. راجل غنوشي كي يلقى فراغ في مستوى رئيس الجمهورية نقض على الفرصة. هل يعقل أنه رئيس دولة اليوم 8 ولا 9 شهر عاجز عن تعيين سفير لتونس في باريس؟ وما أدراك ما باريس وهميتها لتونس اللي فيها معناها مليون ومية ألف معناها مواطن تونسي يعيش وغادي بمشاكلهم اللي معلم بها كان ربي. ما فماش حتى قنصل عام رغم ما مرت به فرنسا من كورونا و هذه واحدة من صلاحياتك يا سيد الرئيس. علاش ما تخذش فيها قرار؟ شنو اللي يمنعك؟ ما هذا التردد؟ باش تطلع زادة تعطينا أحجية باش نفهم وعنا شكون وعلاش ما تعينش. خذينا المثال هذا باش نوريو حالة العجز التام اللي موجودة فيها اليوم رئاسة الجمهورية، رئاسة حكومة مجروحة نظرا لهذا الملف الفاضح اللي التصق بالسيد الياس الفخفاخ. مجلس نواب الشعب شفناه تحول معناها إلى مستنقع برلماني بامتياز، والنتيجة أنه البلاد اليوم مش على كف عفريت بركة بل تقريبا مفتوحة على جميع الاحتمالات. الغالب نقوله في الكلام هذا لأن حقائق هذا وقت قرع الأجراس، لكنه زاد هذا وقت تحميل المسؤوليات. أنكم موجودين في الرئاسات الثلاث تتعاركوا تتجاذبوا، هذه مسؤوليتكم. أما غدوة الشعب هذا كيما حمل بن علي مسؤولية وحمل حاسب وزراء بن علي، غدوة ستكون المحاسبات قاسية. ولن يشفع لكم أنكم معناها تم انتخابكم لا بطريقة ديمقراطية ولا بغلبية ولا بغيرها، لأن العبرة في السياسة هي بالنتائج. ومن حق هذا الشعب أن يحاسب الناس اللي تقدمت سواء رئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة أو في النيابة داخل مجلس نواب الشعب. المحاسبة ستكون عسيرة. وأنا لهنا مانيش نحكي عن المحاسبة متاع الصناديق الانتخابية اللي وللأسف في تونس تحولت إلى توابيت انتخابية. أنا نتحدث على محاسبة أخرى من نوع آخر أكثر قسوة من مجرد أن معناها في الموعد الانتخابي جاي مانيش باش نعطيك صوتك. هذا نوع راقي جدا ماهوش متاعنا اليوم في تونس، نظر إلى حجم الخراب الكبير اللي لحقته بالبلاد هذه. سمير، نحكيه على الشلل. مؤلم جدا أني نقول أن شلل الدولة كان اختيار منذ 2011، اختيار الدولة الفاشلة تحاول التأمر باسم مقاومة الاستبداد السابق. معناها نظام رئاسي يساوي استبداد، معناها جرموا الأنظمة الرئاسية في العالم واختاروا لا نظام برلماني ولا نظام رئاسي، نظام هجين ما تلقاه في حتى بلد في العالم. استوردنا أسوأ ما في لبنان، وكنت سفير في لبنان. مصطلح الرئاسات الثلاثة موجود في العالم كان في لبنان الجميل العزيز على قلبي وقلوبنا احنا كتوانسة، ولنا تاريخ مشترك منذ قرطاج منذ 3000 سنة. لبنان عنده الحق تقول الرئاسات الثلاثة بالنظر إلى الانقسام الطائفي، رئيس جمهورية ماروني، رئيس مجلس نواب شيعي، رئيس حكومة سني. هذه ثلاثة طوائف الكبرى، احنا شعب واحد، شعب منسجم من بنقردين البنزرت. علاش هذا الاختيار؟ اختيار إجرامي لإنتاج تونس اليوم في الصحافة العالمية سوبي انغوفرنابل، بلد غير قابل للحكم اليوم، سفينة تايهة تتقذف فيها الأمواج من كل جهة، ما فماش شكون يضرب على الطاولة ويقول فيني لا ريكرياسيون، انتهت الفسحة، وياخذ الاجراءات لكوموندون دبار لانقاذ الطائره المهدده في هذه الساعات بالسقوط
وتحدث حينها الكارثة والطوفان. واضح. نحب نجي معك في نقطة أمنية بحتة على خلفية ما حصل داخل مجلس النواب الشعب عندما حاولت كتلة ائتلاف الكرامة أنها تستقبل ودخل السيد حافظ البرهومي هذا للمجلس، واعترض الأمن الرئاسي بدعوى أنه الراجل معناها عليه شبهات إرهاب ومسجل معناها في SD7. شيء هذا كأكد السيد وزير الداخلية. في اللحظة هذه كتلة الدستور الحر معتصمة منذ يومين داخل مجلس نواب الشعب في ظروف صعبة وصعبة جدا، دفاعا عن هيبة المجلس، دفاعا عن الوحدة الوطنية، دفاعا عن الأجندة الوطنية، دفاعا عن كل المحاولات المشبوهة اللي معناها دوعشة مجلس النواب ولدوعشة البلاد. وقلتها وكررتها عديد المرات أنه الإرهاب ما عادش موجود في الشعامبي، الإرهاب دخل مجلس النواب الشعب ودخل إلى عديد الجمعيات والهيئات، صار له غطاء سياسي، صار له غطاء برلماني، واليوم قواتنا الأمنية وقواتنا المدنية والنقابات وكل قوى الحية اللي تغير على البلاد هذية مفروض التمشيط ما يصيرش في الشعامبي، التمشيط يصير في المشهد السياسي اللي تعبى بالدواعش كما قلنا، نزلوا من الجبال التحقوا بالمجالس ولت عندهم هيئات ولت عندهم شكون يدافع عليهم ويشرع عن الوجود متاعهم في انتظار أنهم ربما يستحوذوا على البلاد وما في البلاد. نخرج فاصل إخباري وتحكي